بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في هذا الدرس لمقياس الرياضيات 2 لمستوى السنة الأولى، جدع مشترك لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. هذا الدرس خاص برتبة مصفوفة والتحويلات الأولية على المصفوفات. بالنسبة لرتبة مصفوفة، سنشرح اليوم فقط كيفية حسابها باستخدام المحددات. طبعا هناك طرق أخرى، الطرق الأخرى هذه سوف نراها في دروس لاحقة إن شاء الله. أولا نشرح مفهوم الصغير. ماذا نقصد بصغير مصفوفة؟ الصغير من الدرجة ك للمصفوفة A M في N هو المحدد من الدرجة ك الناتج عن تقاطع ك سطر وك عمود من المصفوفة A، حيث ك محصور بين الواحد و minimum of m و n. طبعا نحن نعرف أن المحدد يحسب فقط للمصفوفات المربع، لذلك نرى هنا تعريف الصغير من الدرجة ك هو المحدد من الدرجة ك الناتج عن تقاطع ك سطر وك عمود، أي يوجد ك سطر وك عمود. إذن هنا نلاحظ أنه الصغير من الدرجة ك، يعني بصفة عامة، يعني أنه يوجد صغير من درجات أو صغيرات من درجات مختلفة. حتى يكون الشرح أوضح نستعين بهذا المثال الظاهر أمامنا. لدينا مصفوفة من الدرجة 3 في 4، طبعا لأنه فيها 3 أسطر وأربعة أعمدة. إذن الصغير من الدرجة ك أو الصغيرات من الدرجة ك لهذه المصفوفة هي الناتجة عن تقاطع ك سطر وك عمود. مثلا نريد حساب الصغيرات من الدرجة 3. ما هي الصغيرات من درجة 3؟ هي الصغيرات الناتجة عن تقاطع 3 أسطر و 3 أعمدة. يعني إذا أخذنا 3 أسطر، هذا السطر الأول والثاني والثالث، تقاطع هذه الأسطر مع 3 أعمدة ينتج لنا صغير. مثلا تقاطع مع العمود الأول والثاني والثالث. إذن في هذه الحالة ينتج عندنا محدد متكون من العناصر 1 2 1 9 5 2 7 1 0. إذن عند حساب هذا المحدد، إذن هذا يعطينا صغير من الدرجة الثالثة. طبعا لا يوجد صغير واحد من الدرجة الثالثة. إذا قطعنا هذه الأسطر التي رأيناها سابقا مع الأعمدة، مثلا العمود الأول والثالث والرابع، هذا ينتج لنا صغير آخر المتكون من العناصر 1 1 ناقص 1 9 2 2 7 0 4. إذن هذا المحدد كذلك يعطينا صغير من الدرجة الثالثة. إذن هذه صغيران من ولا هذان صغيران من الدرجة الثالثة. توجد كذلك صغيرات من الدرجة الثانية، صغيرات من الدرجة الثانية، طبعا هي الناتجة عن تقاطع سطرين وعمودين. نرجع للمصفوفة A. إذا أخذنا مثلا السطر الأول والثالث، تقاطع هذا السطرين مثلا مع العمود الثاني والثالث، إذا نلاحظ أنه ينتج لنا هذه العناصر 2 1 1 0. إذا هذا المحدد يشكل لنا صغير من الدرجة الثانية.
طبعا السطح يساوي 2 في 0 0 ناقص 1 في 1 هي ناقص 1، إذن هذا الصغير يساوي ناقص 1، إذن هذا صغير من الدرجة الثانية. نستطيع حساب صغير آخر من الدرجة الثانية، إذن تقاطع مثلا السطر الثاني والثالث مع العمود الأول والثاني، هذا كذلك يشكل لنا صغير من الدرجة الثانية اللي هو 9 5 7 1. إذن هذا الصغير نستطيع حسابه اللي هو محدد من الدرجة الثانية، 9 في 1 9 ناقص 7 في 5 اللي هي 35، يعطينا قيمة الصغير من الدرجة الثانية. الآن حسب التعريف، إذن قلنا الصغير من الدرجة ك هو المحدد من الدرجة ك الناتج عن تقاطع ك سطر وك عمود. طبعا هنا عندنا ملاحظة، حيث ك إذن هو محصور بين الواحد ومينيموم اوف ام وان. ماذا نقصد بذلك؟ إذا نرجع لهذا المثال، نطرح سؤال هنا، هل توجد صغيرات من الدرجة الرابعة؟ ما هي الصغيرات من الدرجة الرابعة؟ هي الناتجة ولا المحددات الناتجة عن تقاطع 4 أسطر و4 أعمدة. ولما نرجع لهذا المصفوف نجد أنه يوجد لدينا فقط 3 أسطر، يوجد 3 أسطر، لا يوجد سطر رابع. لذلك أعلى درجة لصغيرات مصفوفة إذن هو الأصغر بين أم وأن. إذن المصفوفة أ هي من درجة 3 في 4، الأصغر بين 3 و 4 هو 3. إذن أعلى درجة لصغيرات المصفوفة أ هي 3، وطبعا الأقل هي 1، هي الصغيرات الناتجة عن تقاطع سطر واحد وعمود واحد. الآن نستطيع تعريف رتبة مصفوفة بناء على مفهوم الصغير. إذن ماذا نقصد برتبة مصفوفة؟ rank of a matrix. لتكن المصفوفة A من الدرجة M في N وعناصرها هي AEG، نرمز لرتبة مصفوفة A بالرمز R A أو rank A. R طب هنا يقصد بها فقط الحرف الأول من كلمة rank، ونقول أن R A تساوي K، أي أن رتبة A تساوي K، K هو عدد طبيعي، إذا كان أو إذا تحقق شرطان. الشرط الأول، يوجد صغير واحد على الأقل من الدرجة K لا يساوي الصفر. والشرط الثاني، كل صغير من درجة أعلى من K يساوي الصفر، أي أن رتبة المصفوفة A هي درجة أكبر صغير فيها لا يساوي الصفر. نشوفوا مثال، عندنا مصفوفة A الظاهرة أمامنا. إذن أولا، ما هي الصغيرات التي يمكن تشكيلها من هذه المصفوفة A؟ طبعا أعلى درجة هي الك، اللي هي درجة الصغير تكون محصورة بين أعلى بين الواحد وأصغر واحد بين الأم والأن لهذه المصفوفة، هذه من الدرجة 3 في 4، الأصغر هنا هو 3، إذن ك محصور بين 1 و 3. إذن صغيرات هذه المصفوفة هي إما من درجة 3 أو 2 أو 1. إذن لحساب رتبة هذه المصفوفة باستخدام هذا التعريف، إذن نبدأ بحساب الصغيرات الأعلى درجة اللي هي من الصغيرات من الدرجة من الدرجة 3. ما هي الصغيرات من الدرجة 3؟ إذن هي الناتجة عن تقاطع 3 أسطر و3 أعمدة. إذن عندنا هنا السطر الأول والثاني والثالث، عندما نقاطع هذه الأسطر ب 3 أعمدة ينتج لنا صغير، إذا قاطعناها مع العمود الأول والثاني والثالث إذن ينتج عندنا هذا الصغير، إذا قاطعناها مع العمود
الأول والثاني والرابع ينتج لنا هذا الصغير، وهكذا كلما نقاطع ثلاث أسطر وثلاث أعمدة ينتج لنا صغير من الدرجة الثالثة. إذن عندنا الصغير الأول والثاني والثالث والرابع. إذن نحسب قيمة هذه الصغيرات. إذن هذا الصغير الأول هو من الدرجة ولا محدد من الدرجة الثالثة، إذن نحسبه بإحدى الطرق المعروفة التي رأيناها في المحاضرات السابقة. إذن هذا المحدد، إذا حسبنا هذا المحدد يعطينا صفر، إذا حسبنا المحدد الثاني كذلك نجد قيمته تساوي الصفر، إذا حسبنا المحدد الثالث كذلك نجده يساوي الصفر، والرابع كذلك يساوي الصفر. الآن وجدنا الصغيرات، كل الصغيرات من درجة 3 تساوي الصفر. بما أنها كلها تساوي الصفر، إذا ننتقل لحساب صغيرات من الدرجة الثانية. إذا وجدنا صغير واحد على الأقل، صغير واحد من هذه الصغيرات من الدرجة الثانية من الدرجة الثالثة، إذا وجدنا صغير واحد لا يساوي الصفر، مثلا هذا الصغير الثاني وجدناه مثلا يساوي 3، أنا مباشرة نتوقف ونقول أن رتبة R رتبة A R A تساوي 3. 3 هذه اللي هي درجة الصغير الذي وجدناه لا يساوي الصفر، عفوا هنا 3 لا نعني بها قيمة المحدد، هذا المحدد هنا يساوي 5. إذن رتبة A هي 3، لماذا؟ لأن هذا الصغير هو من درجة 3 في 3، صغير من الدرجة الثالثة. إذا وجدنا كل هذه الصغيرات التي هي من الدرجة الثالثة كلها تساوي الصفر كما في المثال الذي عندنا، إذن هنا ننتقل لحساب الصغيرات من الدرجة الثانية. الصغيرات من الدرجة الثانية، طبعا الصغيرات من الدرجة الثانية هي المحددات الناتجة عن تقاطع سطرين وعمودين، عن تقاطع سطرين وعمودين. إذا أخذنا المصفوفة A، إذا أخذنا السطر الأول والثاني طبعا تقاطعهما مع عمودين يعطينا صغير من الدرجة الثانية. طبعا ليس لدينا صغير واحد وإنما عدة صغيرات. إذن نبدأ بالعمود الأول، السطر الأول والثاني مع العمود الأول والثاني، إذن هذا ينتج لنا هذا الصغير من الدرجة الثانية اللي هو 1 2 9 5. هذا الصغير نحسب القيمة نتاعه، 1 في 5 هي 5 ناقص 9 في 2 اللي هي 18، هذا واش يعطينا؟ ناقص 13. إذا نلاحظ أن هذا الصغير لا يساوي الصفر، بما أنه لا يساوي الصفر مباشرة نتوقف ونقول أن رتبة R A رتبة A تساوي 2. لماذا 2؟ لأن 2 هي رتبة هذا الصغير، هو صغير من الدرجة الثانية، وحسب التعريف يوجد صغير واحد على الأقل من درجة 2 لا يساوي الصفر، وهذا الصغير إذن هو الصغير اللي حسبناه الآن لا يساوي الصفر، وكل صغير من درجة أعلى من ك أي أعلى من 2 يساوي الصفر. إذن عندنا هذا الصغير لا يساوي الصفر، والصغيرات الأعلى من درجة 2 ما هي؟ هي الصغيرات من درجة 3 كلها تساوي الصفر، إذن مباشرة رتبة A تساوي 2. نأخذ مثال آخر. إذا عندنا مصفوفة أخرى، مصفوفة B اللي هي أمامنا. إذا نحسب نريد حساب RRB اللي هي رتبة المصفوفة B، ماذا تساوي؟ أولا نحسب
صغيرات أولا، صغيرات هذه المصفوفة، هذه المصفوفة من الدرجة 3 في 3، صغيرات هذه المصفوفة تكون من الدرجة ك، وك محصورة بين واحد و، هنا الأقل بين 3 و 3 طبعا هو 3. إذا أعلى درجة لصغيرات هذه المصفوفة هي 3. إذا نبدأ بحساب الصغيرات من الدرجة 3. إذن في هذه المصفوفة هي من الدرجة 3 3، والصغيرات من الدرجة 3 هي الناتجة عن تقاطع 3 أسطر وثلاث أعمدة. إذن هنا نلاحظ أنه عندنا صغير واحد من الدرجة الثالثة اللي هو نفسه محدد المصفوفة أ، هذا نفسه هو محدد المصفوفة أ، عفوا هو محدد المصفوفة ب. إذن محدد هذه المصفوفة واش يساوي؟ إذا حسب خواص المحددات التي رأيناها سابقا، كاين خاصية تقول أنه إذا تناسب أو إذا تطابق سطران أو عمودان في المحدد فإن قيمته تساوي الصفر. هنا نلاحظ أنه هذا العمود وهذا العمود متطابقان، وحتى العمود الثالث متطابق مع العمودين السابقين، إذا مباشرة هذا المحدد يساوي الصفر. إذا بما أن هذا المحدد يساوي الصفر، مباشرة ننتقل إلى حساب الصغيرات من الدرجة الثانية. إذا نبدأ بأول صغير من الدرجة الثانية اللي هو تقاطع مثلا السطر الأول والثاني مع العمود الأول والثاني، هذا ينتج لنا المحدد 1 1 1 9 9، هذا المحدد. إذا هذا واش يساوي؟ كذلك عندنا عمودان متطابقان، إذا مباشرة يساوي الصفر. كذلك نلاحظ إذا قطعنا أي سطرين وعمودين آخرين مثلا السطر الثاني والثالث مع العمود الأول والثالث، هذا ينتج لنا الصغير 9 7 9 7، كذلك هذا المحدد أو هذا الصغير يساوي الصفر. وكذلك بالنسبة لجميع الصغيرات من درجة 2 نلاحظ أنها كلها تساوي الصفر، بما أنها الصغيرات من الدرجة 2 كذلك كلها تساوي الصفر. إذا ننتقل لحساب الصغيرات من الدرجة 1. الصغيرات من الدرجة 1 هي المحددات الناتجة عن تقاطع سطر 1 وعمود 1. إذا أخذنا مثلا السطر الأول ونقاطعه مع العمود الأول ينتج لنا الصغير المكون من عنصر واحد اللي هو الواحد، والمحدد نتاع الواحد واش يساوي؟ الواحد، وهذا لا يساوي الصفر. إذا يكفي أن يكون صغير واحد يختلف عن الصفر، طبعا هنا راه كل الصغيرات من الدرجة الواحد تختلف عن الصفر. إذا بما أنه يوجد صغير واحد على الأقل من الدرجة واحد لا يساوي الصفر، والصغيرات الأعلى من الدرجة واحد اللي هي من الدرجة 2 ومن الدرجة 3 كلها تساوي الصفر، إذا نستنتج أن رتبة المصفوفة ب تساوي رتبة هذا الصغير اللي هي 1. إذا رتبة المصفوفة ب هي 1. الآن مفهوم الصغير أو مفهوم الرتبة أصبح واضحا بالاعتماد على المحددات. هناك طرق أخرى كما قلنا في بداية الدرس، طرق أخرى سنراها في الدروس اللاحقة. الآن ننتقل إلى التحويلات الأولية. التحويلات الأولية على المصفوفات، ماذا نقصد بالتحويلات الأولية؟ إذا كانت لدينا مصفوفة أ، مصفوفة أ من الدرجة أم في أن وعناصرها هي أ إيش، نسمي العمليات التالية التي نجريها على أسطر المصفوفة أ بالتحويلات الأولية. ما هي هذه العمليات؟ أولا العملية الأولى اللي هي ضرب أحد الأسطر بعدد لامدا لا يساوي الصفر، أي مثلا هذه المصفوفة الظاهرة أمامنا، مثلا نأخذ السطر الثاني
ونضرب عناصر هذا السطر في عدد يختلف عن الصفر، مثلا 2. إذن هنا يصبح لدينا 18، هنا 10، وهنا 4، وهنا 4. إذن هذه العملية هي تسمى عملية أولية على هذا المصفوف، أو تحويل أولي على هذا المصفوف. العملية الثانية التي يمكن إجراؤها هي المبادلة بين سطرين وعمودين، أي مثلا نأخذ السطر الأول والسطر الثالث، إذا الأول يصبح في مكان الثالث والثالث يصبح في مكان الأول، إذا هذا كذلك يعتبر تحويل أولي على المصفوفة أ. التحويل الثالث هو إضافة أحد الأسطر إلى سطر آخر بعد ضربه بعدد لندا لا يختلف عن الصفر. ما معنى ذلك؟ إذا أخذنا مثلا السطر الأول، إذا نضيف إلى السطر الأول السطر الثاني بعد ضربه بمثلا 2، أي أن هذا السطر يضرب في 2 ونضيفه إلى السطر الأول. إذا ماذا يصبح لدينا؟ إذا السطر الثاني يبقى كما هو، والثالث كذلك، والأول هو الذي يتغير. ماذا يتغير فيه؟ إذا نضرب السطر الثالث في 2 ونضيفه للأول. 2 في 7 14، زائد 1 15. 2 في 1 2، زائد 2 4. 2 في 0 0، زائد 1 1. و 2 في 4 8، ناقص 1 7. إذا هذا كذلك يعتبر تحويل أولي على المصفوفة أ. هذه التحويلات، ولكل تحويل من هذه التحويلات نرمز له برمز معين. نبدأ بالتحويل الأول اللي هو ضرب أحد الأسطر بعدد لندا لا يساوي الصفر. إذن هذا التحويل اختصار نرمز له بالرمز. إذن هذا التحويل إذا أجريناها على السطر رقم E بصفة عامة، إذن يصبح لدينا R E اللي هو السطر الأول رقم E يساوي لندا ضرب R اي، ضرب هذا السطر، اي ان السطر رقم اي تغير واصبح لوندا ضرب هذا السطر. التحويل الثاني اللي هو المبادله بين سطرين، فرضا ان هذا السطرين هما السطر رقم اي والسطر رقم جي. اذا هذه العمليه نرمز لها بالرمز ار اي ار جي، اي أننا بادلنا السطر رقم E بالسطر رقم G. والعملية الأخيرة اللي هي إضافة أحد الأسطر إلى سطر آخر بعد ضربه بعدد لندا يختلف عن الصفر، فرضا أن لدينا السطر رقم E يصبح يساوي R E زائد لندا R G، أي أن السطر رقم يصبح هو هذا السطر أضفنا له السطر رقم جي بعد ضربه بعدد لندا. مفهوم؟ إذن هذه الرموز إذن نستخدمها لتوضيح ما العمليات التي تم إجراؤها على مثلا المصفوفة. إذن كيف نوضح هذه العملية؟ إذن نديروا سهم. إذن ماذا فعلنا للانتقال من هذه المصفوفة لهذه المصفوفة؟ إذن هنا واش درنا؟ قلنا أضفنا إلى السطر الأول السطر الثالث بعد ضربه ب 2، أي أن هنا يولي عندنا ماذا فعلنا؟ R 1 يساوي R 1 زائد 2 R 3. إذا أجرينا تحويل آخر على هذه المصفوفة كذلك، مثلا نريد في هذه المصفوفة نريد المبادلة بين السطر الأول والسطر الثاني، إذن هذه العملية اختصار نرمز لها بالرمز R1، نديرو سهم من الجهتين R2،
أي نبادل بين السطر الأول والثاني. السطر الثاني يصبح هو سطر أول، أي 9 5 2 2، والأول يصبح الثاني 15 4 1 7، والأخير يبقى كما هو. هنا كذلك أنتجنا مصفوفة أخرى. إذن هذه التحويلات أو هذه العمليات تسمى بالتحويلات الأولية على أسطر المصفوفة. كذلك هذه العمليات يمكن إجراؤها على الأعمدة. نفس الشيء، نضرب أحد الأعمدة بعدد لندا لا يساوي الصفر، المبادلة بين عمودين، نضيف إلى عمود آخر بعد ضربه بعدد يختلف عن الصفر، ليس فقط على الأسطر. مفهوم؟ إذن هنا عندنا فقط تعريف. نقول عن المصفوفتين، عن مصفوفتين أو بأنهما متكافئتان إذا كانت كل منهما تنتج عن الأخرى بإجراء عدد من التحويلات الأولية. إذن ونكتب A يكافئ B. إذن بهذا التعريف نقول إذا هذه المصفوفة الناتجة هذه هي نسميها مثلا المصفوفة B، إذن هذه B هي نتجت عن المصفوفة A بعد إجراء عدد من التحويلات الأولية. في هذه الحالة أجرينا التحويل الأول وهذا التحويل الثاني. إذن بما أننا أجرينا تحويلين أوليين على المصفوفة A حتى تحصلنا على المصفوفة B، فإنه يمكن القول أن المصفوفتان A و B متكافئتان، ونكتب A تكافئ B. إذن هذا الرمز يقرأ تكافئ. إذن المصفوفتين A و B مصفوفتان متكافئتان. كذلك عندنا ملاحظة، إجراء التحويلات الأولية على مصفوفة A لا يغير من رتبتها. ما معنى ذلك؟ يعني أنه إذا أجرينا هذه التحويلات التي ذكرناها سابقا على أي مصفوفة A فإن رتبتها لا تغير، لا تتغير. يعني إذا كان المصفوفة A تكافئ المصفوفة B فإن رتبة A هي نفسها رتبة B. وسنرى لاحقا كيف يمكن استخدام هذه التحويلات في تسهيل حساب رتبة مصفوفة. ننتقل الآن لمفاهيم أخرى. إذن نبدأ بالصيغة المدرجة السطرية Row Echelon Form، اختصار هي REF. نقول عن مصفوفة أنها على الصيغة المدرجة السطرية إذا تحقق فيها شرطان. قبل الشروع في شرح هذين الشرطين نشرح هذا العنصر الذي لدينا هنا. العنصر المتقدم هو أول عنصر غير صفري في السطر غير الصفري. ما معنى ذلك؟ إذا كانت عندنا مصفوفة A، هذه المصفوفة يمكن أن تكون فيها أسطر صفرية. ما هي الأسطر الصفرية؟ هي الأسطر التي تكون جميع عناصرها تساوي الصفر. مثلا عندنا A هي مصفوفة كما يلي، مثلا. إذا نلاحظ أنه السطر الأخير في هذه المصفوفة كله أصفر، إذا هذا السطر يسمى بسطر صفري. وإذا كان عندنا عنصر، فقط عنصر واحد يختلف عن الصفر، مثلا يصبح هنا 2 0، إذا هذا السطر أصبح عنصر غير صفري. إذا ماذا نقصد بالعنصر المتقدم؟ هو أول عنصر غير صفري في السطر غير الصفري، بداية من اليسار إلى اليمين، إذا في هذا الاتجاه. إذا عندما
ننتقل من اليسار إلى اليمين في الأسطر غير الصفرية. أول عنصر غير صفري يسمى بالعنصر المتقدم. نبدأ بالسطر الأول. إذن أول عنصر هو 3، إذن هذا هو العنصر المتقدم في هذا السطر. السطر الثاني أول عنصر يختلف عن الصفر هو 5، إذن هذا العنصر هو عنصر متقدم في السطر الثاني. في السطر الثالث أول عنصر يختلف عن الصفر هو 2، إذن 2 هو العنصر المتقدم في هذا السطر. الآن ننتقل إلى مفهوم مصفوفة أ على الصيغة المدرجة السطرية. إذن قلنا إذا تحققت فيها الشروط التالية: أول شرط، الأسطر الصفرية إن وجدت تكون في أسفل المصفوفة، أي دائما نبقى مع المصفوفة اللي راهي أمامنا، أو نوسع هذه المصفوفة حتى تكون واضحة. مثلا هذه المصفوفة، إذن أول شرط الأسطر الصفرية تكون في أسفل المصفوفة. في هذه المصفوفة نلاحظ أنه عندنا سطر صفري اللي هو هذا السطر الثالث. هذا السطر نلاحظ أنه يتوسط الأسطر غير الصفرية، لذلك هذه المصفوفة مباشرة ليست على الصيغة المدرجة السطرية. حتى تكون على الصيغة المدرجة السطرية إذن لازم يكون هذا السطر في أسفل المصفوفة أ، أو الأسطر الصفرية كلها تكون في أسفل المصفوفة أ. مثلا هذا السطر الأخير يصبح 0 0 0، إذن في هذه المصفوفة أصبح لدينا سطرين صفريين، وهذا السطرين يقعان أسفل المصفوفة. إذن الشرط الأول محقق. الشرط الثاني، في كل سطرين غير صفريين متتاليين العنصر المتقدم في السطر الأعلى يجب أن يكون على يسار العنصر المتقدم في السطر الأسفل. إذن هنا هذا الشرط الثاني خاص بالأسطر غير الصفرية. إذن في هذه المصفوفة لازم يكون عندنا سطرين غير صفريين اللي هما السطر الأول والثاني. نلاحظ هذا السطر الأول وهذا السطر الثاني. الشرط واش يقول؟ العنصر المتقدم في السطر الأول، ما هو العنصر الأول المتقدم في السطر الأول؟ هو 5، والعنصر المتقدم في السطر الثاني هو 3. والشرط يقول أنه لازم يكون العنصر المتقدم في السطر الأعلى يكون على يسار العنصر المتقدم في السطر الأسفل، ولكن في هذه الحالة نلاحظ أنه يقع فوقه وليس على يساره، أي في نفس العمود. إذن في هذه الحالة المصفوفة أ ليست على الصيغة المدرجة السطرية. نشوفوا حالة أخرى. إذن في هذا المثال الثاني، إذن العنصر المتقدم في السطر هذا هو 2، والعنصر المتقدم في السطر الثاني هو 4. نلاحظ أنه 2 يقع على يمين 4، أي أن الشرط الثاني ليس محقق. في الشرط واش يقول؟ يقول أنه لازم يكون على يسار وليس على يمين. نشوفوا حالة أخرى. إذن العنصر المتقدم في السطر الأول يبقى هو 2، والعنصر المتقدم في السطر الثاني هو 1. إذن هنا نلاحظ أنه 2 يقع على يسار 1. إذن في هذه الحالة أصبحت المصفوفة أ على الصيغة المدرجة السطرية. في هذا المثال عندنا سطرين فقط، ربما إذا كان عندنا أكثر من سطرين، مثلا فهذا السطر الأخير يصبح لدينا 0 0 0 0
ناقص واحد. إذن العنصر المتقدم في هذا السطر هو ناقص واحد. كذلك هذا الواحد يجب أن يكون على يسار ناقص واحد، والاثنين يكون على يسار الواحد. إذن في هذه الحالة كذلك الشرط الثاني محقق. إذن في هذه الحالة المصفوفة أ تكون على الصيغة المدرجة السطرية. نرجع فقط لمصطلح الصيغة المدرجة السطرية، أي أن الأسطر بعناصرها المتقدمة تكون على شكل دارج. في بعض المراجع يسموها الصيغة الدرجية. إذا نلاحظ أنه على شكل دارج. نواصل. الصيغة المدرجة السطرية المختزلة. Reduced Row Echelon Form. إذا نقول عن مصفوفة A أنها على الصيغة المدرجة السطرية المختزلة، اختصارا هي R E F. إذا تحققت الشروط التالية: أولا لازم تكون المصفوفة A على الصيغة المدرجة السطرية، أي أن الشروط هذه اللي في التعريف الأول لازم تكون متوفرة. ثانيا العنصر المتقدم في كل سطر يساوي الواحد، أي أن العناصر المتقدمة اللي هي في هذه الحالة المثال السابق العنصر المتقدم هذا لازم يكون واحد يساوي الواحد، وهذا كذلك لازم يساوي الواحد، وهذا يساوي الواحد. إذن نلاحظ في هذه المصفوفة أنه هذا الشرط ليس محقق. حتى يكون محقق لازم يكون هنا واحد واحد واحد. إذن هنا الشرط الثاني محقق. الشرط الثالث: كل عناصر الأعمدة التي تضم عناصر المتقدمة تساوي الصفر ما عدا العنصر المتقدم. ما معنى ذلك؟ إذن كل عمود يضم عنصر متقدم، ما هي الأعمدة التي تضم العناصر المتقدمة؟ في هذا المثال عندنا هذا العمود وهذا العمود وهذا العمود، لأن هذه الأعمدة تضم العناصر المتقدمة. لازم يكون عناصر هذه الأعمدة تساوي الصفر ما عدا العنصر المتقدم. نبدأ بالعمود الأول اللي هو العمود رقم 2. إذا العنصر المتقدم هو الواحد. إذا لازم تكون جميع العناصر ما عدا هذا العنصر تساوي الصفر. عندنا هنا صفر صفر صفر. إذا الشرط محقق على العمود الثاني. الآن العمود الرابع. إذا العنصر المتقدم هو الواحد. إذن ما هي العناصر التي تختلف عن هذا العنصر؟ عندنا هنا صفر صفر، ولكن هنا عندنا واحد. إذن هنا هذا الشرط ليس محقق في هذا العمود. إذن هذا العمود كذلك لازم يكون في مكان الواحد، لازم يكون عندنا هنا صفر. العمود الثالث العنصر المتقدم العمود الخامس العنصر المتقدم هو الواحد. إذن بقية العناصر عندنا صفر ثلاثة صفر. إذا هنا نلاحظ أنه هنا عندنا ثلاثة. إذا حتى يكون الشرط متحقق لازم يكون هنا صفر. إذا في هذه الحالة المصفوفة A أصبحت على الصيغة المدرجة السطرية المختزلة. إذا الصيغة المدرجة السطرية المختزلة هي فقط نضيف شرطين إلى الصيغة المدرجة السطرية. ما هما هاد الشرطين؟ العنصر المتقدم لازم يكون يساوي الواحد، بالإضافة إلى أن عناصر الأعمدة التي تضم العناصر المتقدمة تساوي الصفر ما عدا العنصر المتقدم. إذا هنا عندنا ملاحظة: يمكن تحويل كل مصفوفة إلى الصيغة المدرجة السطرية المختزلة، وذلك بإجراء عدد من التحويلات الأولية على أسطورها. هنا هذه الملاحظة تقول أنه إذا أخذنا أي مصفوفة بغض النظر عن نوعها أو درجتها، إذا يمكن تحويل هذه المصفوفة إلى الصيغة المدرجة السطرية أو حتى السطرية المختزلة، وذلك بإجراء أو بالاعتماد على التحويلات الأولية. سوف نضع مثال لشرح ذلك. قبل الذهاب إلى المثال عندنا مجموعة من النتائج.
رتبة مصفوفة على الصيغة المدرجة السطرية، وهذه أهم نتيجة، رتبة مصفوفة على الصيغة المدرجة السطرية تساوي عدد الأسطر غير المعدومة فيها. أي إذا كانت عندنا مصفوفة على الصيغة المدرجة السطرية أو حتى السطرية المختزلة، إذن رتبتها مباشرة هي عدد الأسطر غير الصفرية، بدون أن نحسب الصغيرات من درجة 3 أو 4 وإلى آخره. مثلا المصفوفة السابقة عندنا هي على الصيغة المدرجة السطرية المختزلة. إذن في هذه المصفوفة ما هي الأسطر غير صفرية؟ السطر الأول غير صفري، الثاني غير صفري، والثالث غير صفري، بينما الرابع هو سطر صفري لأنه جميع عناصره تساوي الصفر. إذن بما أنه هذه المصفوفة فيها ثلاث أسطر غير صفرية، إذن رتبة A تساوي 3 مباشرة، عدد الأسطر غير الصفرية. إذن بالاعتماد على هذه النتيجة و النظرية السابقة التي هي يمكن تحويل أي مصفوفة إلى الصيغة المدرجة السطرية، وكذلك الملاحظة اللي راهي عندنا هنا، إجراء التحويلات الأولية على مصفوفة لا يغير من رتبتها، إذن هنا نستنتج أنه يمكن حساب رتبة مصفوفة بطريقة أخرى، وهي بما أن التحويلات الأولية لا تغير من الرتبة، فإننا نجري تحويلات أولية على مصفوفة. إذن لماذا نجري عليها التحويلات؟ نجري عليها التحويلات وذلك لتحويلها إلى الصيغة المدرجة السطرية، وعندما تصبح على الصيغة المدرجة السطرية إذن مباشرة رتبتها تساوي عدد الأسطر غير المعدومة فيها. النتيجة الثانية هي رتبة مصفوفة مربع نظامية. ما هي المربع النظامية؟ هي المصفوفة التي محددها لا يساوي الصفر، تساوي N. أي إذا كان محدد A، هي مصفوفة مربعة طبعا، إذا كان محدد المصفوفة A لا يساوي الصفر، مباشرة رتبة A تساوي N، اللي هي درجة هذه المصفوفة. كذلك رتبة المصفوفة الواحدية تساوي N، وهذا أمر بديهي. إذن المصفوفة الواحدية EN طبعا محددها لا يساوي الصفر، بما أن محددها لا يساوي الصفر إذن رتبتها RA أو REN كذلك تساوي N. الآن شوفوا مثال بسيط نلخص فيه كل ما سبق أو تمرين. لنحول هذه المصفوفة إلى الصيغة المدرجة السطرية، نعيد كتابتها. إذن هنا أعطيكم استراتيجية لتحويل أي مصفوفة إلى الصيغة المدرجة السطرية أو الصيغة السطرية المختزلة. إذن هذه الاستراتيجية تعتمد على تحويل العناصر عمودا بعمود. نبدأ بالعمود الأول في هذه المصفوفة. إذن نختار ما هو العنصر المتقدم، ومن الأحسن أن هذا العنصر المتقدم يكون يساوي الواحد أو ناقص واحد حتى نسهل عملية الحساب. هنا نختار العنصر هذا الأول اللي هو واحد. إذن هنا نحول ناقص 2 إلى 0، اثنين إلى صفر، والناقص واحد إلى صفر. نبدأ بالعنصر الأول اللي هو 2. إذن 2 كيف نحولها إلى صفر؟ إذن نضيف إليها 2، نضيف إليه ناقص 2. الآن ناقص 2 من أين نحصل عليها؟ نحصل عليها من بضرب ناقص 2 في السطر الأول. ناقص 2 عندما تضرب في السطر الأول ونضيفها إلى السطر الثاني، إذن هنا 2 يتحول إلى صفر، أي أن السطر الثاني هو الذي يتغير، يصبح السطر الثاني زائد ناقص 2 في السطر الأول. إذن السطر الأول يبقى كما هو، 1 2 ناقص 1 4،
والسطر الثاني يتغير. إذن نضرب الأول في ناقص 2، ناقص 2 في الواحد، ناقص 2 زائد 2 صفر، ناقص 2 في 2، ناقص 4 زائد 4 صفر، ناقص 2 في ناقص 1 هي 2 زائد 3 5، وناقص 2 في 4 هي ناقص 8 زائد 5 ناقص 3، والأخير يبقى كما هو، ناقص 1 ناقص 2 6 ناقص 7. إذن هذا التحويل الأولي الأول. الآن التحويل الأولي الثاني معه، نبقى دائما مع العمود الأول، العنصر المتقدم اخترناه اللي هو الواحد، هذا تحول إلى صفر، بقي لنا ناقص 1 يحول إلى الصفر. كيف نحوله إلى الصفر؟ ناقص 1 يجب أن نضيف له الواحد حتى تحول إلى صفر. إذن هذا الواحد من أين نحصل عليه؟ نحصل عليه بضرب السطر الأول في الواحد ونضيفه للسطر الثالث. الواحد في الواحد يعطينا واحد، نضيفه الناقص واحد يعطينا صفر. إذن السطر الثالث يصبح السطر الثالث زائد واحد ضرب السطر الأول. السطر الأول يبقى كما هو، ناقص واحد أربعة، والأخير نضيف إليه الأول، واحد ناقص واحد صفر، اثنين ناقص اثنين صفر، ناقص واحد زائد ستة خمسة، والربعة ناقص سبعة ناقص ثلاثة. الآن حولنا عناصر العمود الأول إلى أصفار ما عدا العنصر المتقدم. ننتقل إلى العنصر المتقدم في السطر الثاني. في السطر الثاني العنصر المتقدم أصبح لدينا هو الخمسة. إذن ماذا نفعل الآن؟ نحول العناصر التي هي تحت الخمسة إلى أصفار. أدنى عنصر واحد اللي هو الخمسة نحوله إلى صفر. كيف نحوله إلى صفر؟ خمسة نضيف لها ناقص خمسة حتى تصبح صفر. من أين نحصل على ناقص خمسة؟ من السطر الذي قبلها، نضرب السطر في ناقص واحد ونضيفه للسطر الثالث يصبح لدينا صفر، أي أن العملية أو التحويل الأول الذي نجريه هو R3 يصبح R3 زائد ناقص واحد في R2. إذن يصبح لدينا السطر الأول واحد اثنين ناقص واحد أربعة يبقى كما هو، والثاني والأخير نضيف إليه نطرح منه السطر الذي قبله، ناقص واحد في الصفر زائد صفر صفر، هنا كذلك صفر، ناقص واحد في الخمسة ناقص خمسة زائد خمسة صفر، ناقص واحد في الناقص ثلاثة ثلاثة ناقص ثلاثة صفر. الآن أصبحت المصفوفة على الصيغة المدرجة السطرية. إذا عندنا الأسطر الصفرية، عندنا سطر واحد صفري، إذا يقع أسفل المصفوفة، وعندنا سطرين غير صفريين اللي هو السطر الثاني والسطر السطر الأول والسطر الثاني. في هذا السطر الأول والثاني إذا العناصر المتقدمة هي الواحد والخمسة، والواحد يقع على يسار الخمسة. إذن المصفوفة الناتجة هي على الصيغة المدرجة السطرية. إذن هذا السؤال الأول أجبنا عليه اللي هو حولنا المصفوفة A إلى الصيغة المدرجة السطرية. المطلوب الثاني هو ما هي رتبة المصفوفة A؟ إذن قلنا أن رتبة مصفوفة على الصيغة المدرجة السطرية تساوي عدد الأسطر غير المعدومة فيها، وبما أن هذه المصفوفة A والمصفوفة الناتجة هي من نفس الرتبة، إذن رتبة هذه المصفوفة هي نفسها رتبة A. إذن عدد الأسطر غير الصفرية في المصفوفة الناتجة هي 2، إذن مباشرة رتبة A تساوي 2. إلى هنا نكون قد أنهينا هذا الدرس.
نلتقي في درس آخر إن شاء الله، على أمل أن نعود إلى مقاعد الدراسة في أقرب وقت إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.